نروح بقى الموضوع مهم جدا برضو ولسه الكلام مستمر فيه، وهو منتخب مصر لكرة اليد. اللعيبة المصريين الرجالة اللي شرفونا امبارح ورفعوا راسنا رغم الخسارة الصحيح من منتخب الدنمارك في دور الثمانية، بس برضو كانت يعني ما تأهلناش للمربع الذهبي بعد ركلات الترجيح، بس طبعا ابتسمت لمنتخب الدنمارك في الآخر. المباراة كانت انتهت بعد 4 أشواط إضافية بتعادل 35-35. في ركلات الترجيح كسب منتخب الدنمارك بطل العالم بنتيجة 4-3. النهاردة وسائل الإعلام يا جماعة، النهاردة وسائل الإعلام في العالم كله بتتكلم وبتثني على منتخب مصر وعلى ظهوره القوي جدا، مش بس المشرف، وعلى لعبتنا الرجالة اللي قدروا فعلا يكتبوا التاريخ ويحرجوا أفضل منتخب في العالم. النهاردة بعض الصحف هنقول لكم دلوقتي مين اللي قال لك دي مباراة تاريخية بين مصر والدنمارك. النهاردة بيتكلم عن المرور المرتجف لدى الدنمارك. النهاردة في الشوط الرابع طبعا الإضافي ما توفقناش، ولكن الحمد لله احنا فخورين بمنتخبنا في كل الأحوال. فما نقعدش بقى نجلد نفسنا ونجلد اللعيبه في على الفيسبوك ووسائل الاتصال الاجتماعي. خلاص عملوا اللي عليهم، عارفين ان هم بيواجهوا بطل قوي ووحش اسمه الدنمارك بطل العالم، فما كانش في داعي ابدا ان احنا يعني نقعد نتكلم عن واحد واحد في الفريق وكاننا كلنا يعني بقينا بارعين النهارده في تحليل كره اليد.